Audio Jungle. تخيل ان في طفلة عمرها 14 سنة كانت مشهورة جدا في فترة 2018، كان في عصابة بتستغلها استغلال مادي للحصول على المال. ايوه يا جماعة، القصة دي حقيقية جدا. اهلا بيكم اعزائي المشاهدين. قضية غامضة ظهرت جديد في الساحة لطفلة عمرها 14 سنة اسمها ليل تاي، كانت مشهورة جدا في فترة 2018 ثم انقطعت عن الانترنت واختفى ظهورها تماما. وبعد 5 سنين من هذا الاختفاء عادت اليوم ونشر خبر وفاتها على حسابها الرسمي دون ذكر اسباب الوفاة. ياريت يا جماعة قبل ما نبتدي حلقتنا نشترك في القناة بتاعتنا للناس اللي مشتركتش، وكمان تعملوا لي متابعة. ويلا بينا عشان ما نطولش عليكم. القصة اليوم ممكن يشوفها البعض مرعبة او حالة بتصف بعض المؤسسات او المنظمات اللي بتحاول تستخدم انسان اخر لغرض ربحي. المهم على عام 2018 بدأت تنتشر مقاطع فيديو زي اللي انتوا هتشوفوها على الشاشة لبنت تدعى ليل تاي، بيقال ان عمرها 9 سنوات وبتعيش في امريكا وهي من اب كندي وام اسيوية. مقاطع الفيديو اخذت زخم كبير جدا وفضل الجميع يعملوا لها مشاركه ما بينهم. الاغلبيه شافوا ان اسلوب عرض المقاطع هو سر انتشارها، وكان محتوى العرض جريء جدا، وكانت الطفله عمرها 9 سنوات. حرفيا كانت الطفله ديت بتظهر في المقاطع وبتقول الفاظ وتستعرض وترمي دولارات كانها مليونيره، وكانت احيانا بتمسك السيجار زي رجال الاعمال، وكانت جريئه جدا. ولكن هذا الاسلوب البعض كان مبسوط منه جدا، ان بنت صغيره تحقق شهره كبيره في وقت قياسي، ووصل عدد متابعينها على انستجرام في وقت قياسي ل 2 مليون متابع، وكانت متصوره مع مشاهير كتير زي جيك بول، وظهر في العديدة في التلفزيون وأصبحت أصغر إنفلوينسر في العالم كله. نعم عزيزي المشاهد، بنت عمرها 9 سنوات أصبحت أصغر إنفلوينسر في العالم كله، وكانت دايما في اللقاءات بتتعمد إن هي ترد على جميع التساؤلات، أهمها هل في شخص بيحاول يستغلها أو بيحاول توجيهها للنمط ده. فكانت ليل تاي بترد على هذا السؤال تحديدا، وقالت ان هي مبسوطة ومفيش اي حد بيقدر يستغلها او يقدر حتى يقتحم مساحتها الشخصية، وادعت ان السيارات والمنازل الموجودة من ملكيتها، المقصود طبعا السيارات والمنازل اللي هي كانت بتظهر فيها في الفيديوهات بتاعتها. وفي ناس كتير بتقول ان البنت دي اسرفت في الحياة، واصبح هناك جانب معارض بشدة للي هي بتعمله، ونشأت مجتمعات على الانترنت اتفقوا على التخصي والبحث وانقاذ هذه الفتاة، لان ممكن يكون في حد وراها بيحاول يستغلها استغلال مادي وبيحاول يحصل من خلالها على المال من خلال توجيهها في الفيديوهات بتاعتها. في منتصف عام 2018 تسرب فيديو مخيف للطفلة الكندية، ظهرت بالفيديو المسرب ليل تاي بملامح وشخصية مختلفة، والصدمة انه كان في حد بيحاول يوجهها ويقول لها الكلام اللي تقوله قدام الجمهور، وبيقول لها ان هي تبدو عنيفة. Still irrelevant like I said last time. What do I say?
I'm a trend maker and you a trend follower. You a little بتحاول تتنرفز امام الكاميرا والكل شاف ده ان ده دليل واضح على وجود عصابة خفية بتحاول تستغل وتواجه الطفلة. وفي ناس قدروا يكتشفوا خيط مهم جدا، وان في ناس بيحاولوا يتحكموا في الطفلة دي. وفي وقت سابق وقبل الفيديو المسرب كانت ليل تاي طلع في بس مباشر في حسابها بالانستجرام، وبالخطأ الكاميرا اشتغلت وظهر رجل غريب هو اللي كان ماسك البث وليس الطفلة تحديدا. كل اللي احنا قلناه ده بيدل على ان الطفلة ما كانتش المسؤولة عن محتواها، وده معناه ان هي كانت مدربة بشكل كلي. حتى في اللقاءات تم تدريبها على هذه الاجوبة من اشخاص بيديروا كل حاجة خلف الكواليس وبيستخدموها كدمية. ولكن السؤال، من هؤلاء الاشخاص؟ هل هدفهم الاستفادة من الطفل ماليا ام لديهم اجندات اخرى؟ وفي ناس بتقول ان الشخص اللي ظهر بالتسريب وبالبس هو اخ الطفل جيسون. وفي يوتيوبر شابة اسمها فيكي وهي زميلة الطفلة ظهرت في فيديو غير متوقع وقالت ان اللي بيحصل للبنت الكندية ده تحكم كامل من اخوها جيسون. وفي حقائق كتير تم اكتشافها بخصوص الطفلة، ان والدتها كانت شغالة وكيلة عقارات، والبيوت والقصور اللي هي كانت بتظهر فيها البنت تاي تمثلت لعملاء والدتها. حتى العربيات والقصور اللي هي كانت متصورة فيها كانت بتعود لعملاء الام. والطفلة طبعا مش غنية. وبعديها كل المنشورات بتاعتها على الانستجرام اتمسحت واتنشرت ستوري كتبت فيها هيلب مي، وفضل الحساب واقف عن نشر اي شيء لمدة 3 شهور. وبعد كده رجع الحساب تاني بعد مرور 3 شهور ونشر بيان عن وجود مشكلة تهدد الطفلة، وان في حد بيحاول يستغلها. وفي ناس كانوا بيقولوا ان اخوها جيسون هو اللي كان متحكم فيها وهو اللي كان بيستغلها. وبعد مرور 5 سنوات بالظبط ما فيش اي اخبار عن الطفلة. وفجأة في يوم 9 اغسطس عام 2023 نزل بوست على حسابها بالانستجرام بيبلغ بوفاتها ووفاة اخيها جيسون بدون ذكر اي سبب او حتى توقيع للعائلة او الشخص اللي كتب البيان. وبعديها بعد انتشار خبر وفاتها الشرطة قالت ان مفيش اي سجل وفاة وصل لهم باسم البنت او باسم اخوها جيسون. وبعديها اول ما الخبر انتشر الخبر اتحذف تماما من على انستجرام. وبعد كده في حد تكلم بلسان الطفلة وقال ان هي لسه على قيد الحياة وان الحساب بتاعها كان مخترق. في ناس كتير بتقول ان دي حركة لعودة الطفلة الكندية من جديد للساحة، او البنت فعلا كانت بتتعرض لشوكة كبيرة جدا من الاستغلال. وفي ناس بيحاولوا يشتتوا الامر بخبر وفاتها او ان في حاجة غير متوقعة هتحصل. ودي كانت نهاية قصتنا اليوم، وياريت لو عجبتكم القصة تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة بتاعتي. وشكرا، كان معاكم محمود مجدي.